السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله بنصور فيديو عن الفراخ الكبيرة. زي ما انتم شايفين ما شاء الله هنعمل خلطة كويسة جدا، أو هنعمل وصفة معاكم. الوصفة دي أول مرة هتشوفوها، يعني يمكن أنا هو أول مرة هعملها لكم على القناة. تمام؟ الناس بقى ليها بتقول لي يا مشيماء انت ما عادش بتصور الطيور الكبيره ليه؟ هقول لكم يا جماعه انا ما عادش بصور الطيور الكبيره ليه؟ والله يا جماعه يعني صدقوني انا نفسي اعمل لكم كل يوم فيديو، يعني نفسي اعمل لكم كل يوم فيديو، لان في حاجات كتير وفي معلومات كتير حابه ان انا اقدمها لكم واعملها لكم. بس باجي بصراحه بتعب بالفيديو وبقعد اصور فيه ومنتج، وزي ما انتم عارفين بقى يعني تصوير الفيديو ما بيبقاش سهل، خاطر برضو يعني الناس حبايبنا اللي متابعينا وبتقول لي يا مشيماء صوروا على طول الطيور الكبيره، لان عشان عايزين معلومات ونستفاد منها. فعلشان خاطرهم والله العظيم فعلا انا طلعت وعملت النهارده برضو فيديو وجبت لكم وصفه جديده. الوصفه دي كويسه جدا جدا. الوصفه اللي انا هعملها لكم النهارده ديت او اللي انت هتشوفها معايا دي فعلا هتفرق معاكم جامد لو انتوا جربتوها زي ما هي فرقت معايا ان شاء الله. لو انتوا جربتوها برضو باذن الله هتفرق معاكم جامد. ده بقى زي ما انتوا عارفين احنا في الصيف، في الصيف درجة الحرارة بتبقى شديدة جدا، ودايما كنت بقول لكم ايه اللي بنزل درجة الحرارة؟ كنت دايما اقول لكم الخل والاسبرين. لا لا، هي احسن من الخل واحسن من الاسبرين في نزول درجة الحرارة. طبعا انتوا عارفين ان احنا في شهر 7 ودرجة الحرارة بتبقى عالية نار، تمام؟ فاحنا النهاردة ان شاء الله جايب لكم المكون ده. المكون ده خلاف ان هو بينزل معاك الحرارة كويس جدا، يعني هو يعتبر رافع مناعة، مضاد للفيروسات. الناس اللي هي دايما بتشتكي بتقول لي يا مشيماء انا عندي الفراخ جتتها بتبقى سخنه نار، والسخونيه بتعمل على عينيهم وبتكش وبتعمل ده. يا جماعه بيبقى فيروس. وهقول لكم برده اللي احنا المكون اللي احنا جايبينه دوت دي ضد الكلام ده كله. خلاف كده كمان ان هي بتزود معاك انتاج البيض، تمام؟ الفراخ بقى اللي هي دايما بيبقى عندها نزلات، الحاجات دي كلها، نزلات البرد، الحاجات دي كلها، كل الحاجات ديت في المكون اللي انا عاملاه معاكم النهارده دوت، تمام كده يا جماعه؟ فان شاء الله لو انتوا شفتوه، انا ما اعتقدش ان اي حد لسه عمله، بس انتوا فعلا لو انتوا عملتوه هيجيب معاكم نتيجه كويسه جدا. خلاف كده كمان هيزود معاكي انتاج الوزن. خلاف كده بقى كمان زي ما قلت لكم في الاول ان هو برده هيزود معاك انتاج الوزن. طيب تعالوا بقى كده نشوف الوصفه بتاعتنا. بس قبل ما نشوف هنعلف الطيور بتاعتنا كده الاول، تعالوا بقى كده نشوف انا جايبه لهم ايه، وشوف البط بسم الله ما شاء الله كله ملموم على ايه. ده علشان توفري معاكي بقى اكل الطيور معاك. الناس اللي هي بتقول انا بكلف وبعمل على الطيور، حاجه بسيطه جدا الحاجات دي، حاجه بسيطه شويه عيش لقيتهم كده فايدين الاكل، بلتهم على بصلايه، على رطه خضار لقيتها كده فايده قديمه مش محتاجاها، على شويه عنب كده فرط اهمت، كل الحاجات ديت يعني بواقي بيت الحاجات دي بدل ما ترميها في الزباله هاتيها وجمعي وحطها للطيور عندك. بسم الله ما شاء الله هتلاقي الطيور ملمومه عليه، لان هي بتحب الحاجات اللي زي دي. ما انتوش بقى يعني ايه تعملوا اكل كالعاده كده على طول، حاولي ان انت تنوعي، مش على طول اعمل الخلطه وليل ونهار اديلهم خلطه، لا ده كده البط بيزيد الاكل منك. وعلى فكره برضو علشان الناس اللي بتقول الاكل قدامه ليل ونهار وخفيف، حاولي ان انت تاكلي البط بتاعك بالطاقه او الطيور عامه عندك بالطاقه، وجبه كده بسيطه يا دوبك حط الاكل بتاعهم، حاجه بسيطه خالص كده الصبح. حتى لما تلاقي اللي تحط لهم الاكل بص تلاقي البط كله كل معاك مره واحده، يبقى عنده الشهيه بتاعته بتبقى مفتوحه على الاكل. حتى لو ما كفهوش ما تزعليش وما تقلقيش مش مشكله، علشان لو انت جيت العصر حطيت له الوجبه الثانيه تبص تلاقيه ينسف معاك الاكل بالشكل دوت. هتبص تلاقي البط عندك شايل اوزان احسن يعني عمرك ما كنت تتوقعها او تتخيليها. علشان كده انا فعلا بعمل كده يا جماعه. الناس اللي هي دايما بتقول لي انا عايزه البط يشيل وزن، انا عايزه خلطه لتسمين الوزن، هي دي الخلطه بتاعتي اللي انا بعملها. ما بحاولش ان انا اسيب الاكل قدام الطيور ليل ونهار، ليه؟ لان الطيور بتقرف منه. انا عندي دايما بشكله، اجيب لهم شويه دواقي بيت كده عندي مش محتاجاها، شويه العيش، الصبح كده اعمل خلطه بتاعتهم اللي هي بتبقى العيش على الدش الحاجات ديت. احنا الوقت انا بصور معاكم واحنا العصر كده، قلت اطلع الم شويه البواقي البيت اللي انا مش محتاجاهم كده، يعني انا خلاص انا نظفت المطبخ بتاعه ولميت العيش، لميت رز، لميت عنب فرط، الحاجات دي كلها ورحت جايباها حطها لهم. ده كده هو حطها لهم ياكلوا. يبقى انا كده وفرت وجبه ولا ما وفرتش؟ وفرت وجبه. بدل ما اقعد على طول دايما ادي دش دش واشتري دش واشتري عيش والحاجات دي كلها، لا خلاص بدل ما ارمي الحاجات دي بتاعتي في الزباله واقوم جايبها له الطيور. ما شاء الله الطيور بتحب الحاجات ديت وما شاء الله بتخلي بتمري عليهم بتقلهم بمعنى اصح. طيب تعالوا بقى كده نشوف الوصفه بتاعتنا اللي احنا عملناها النهارده، علشان ابقى انا كده عملت لهم الاكل بتاعهم وهعمل لهم الوصفه. انا هقول لكم معلومه
معلومة مهمة قوي يمكن معظم الناس ما تعرفهاش. طب تعرفوا ان الاكل البيتي بيزود نسبة البيض عن الدش وعن الحاجات اللي احنا بنشتريها من بره؟ وفعلا الكلام ده عن تجربة. جربي كده لما يكون بقى عندك شوية رز شوية عيش الحاجات دي كلها جربوا وحطها للطيور عندك. خلي بالكم يا جماعة ما تعرفوش ان بواقي الرز ديت او بواقي العيش والحاجات دي كلها ده بيخلي الفراخ بتكون عنقود كبير عندك وبتخلي الفراخ دايما باستمرار تبيض. ده عن تجربة وفعلا جربوها وصدقوني ان شاء الله هتستفادوا كتير. اول حاجة هيخلي البط يتقل معاكي، هيزود معاكي نسبة البيضة، تخلي الفراخ بسم الله ما شاء الله كويسة جدا. ما كلفتنيش حاجة، يعني يعتبر كده انا طلعت على لفة طيوري عارفة ببلاش. بدل ما ارمي الحاجات دي كلها في الزبالة، لا اهي زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى كده نشوف الوصفة بتاعتنا اللي احنا عملناها النهاردة. تعالوا بقى كده يا جماعه نشوف الوصفه بتاعتنا اللي احنا عملناها النهارده. وصفتنا النهارده حلوه قوي، يعني يمكن ان شاء الله هتعرفوا نتيجتها بعد ما تستعملوها مره واتنين ان شاء الله في الاسبوع. وصفتنا عباره عن ايه؟ عن ورق الزيتون. محدش يستغرب ويقول لي ورق الزيتون، هقول لك ورق الزيتون ده كويس جدا جدا وفي كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، وان شاء الله انت برضه هتعرفوها تاني معايا. طيب بنستعمله ازاي؟ بنجيب ورق الزيتون الاخضر، الورق مش الزيتون ذات نفسه، بجيب الورق وبقوم غالية كويس جدا. يعني انت ممكن تسيبيه ربع ساعة على النار او نص ساعة يفضل يغلي لغاية ما ينزل كل الفايدة اللي فيه. بعد كده بقوم اغطيه عليه، يعني وانا بغليه على النار بغطي عليه ليه؟ علشان الزيوت الطيارة انا استفاد منه. بعد كده خلاص بعد ما يهدى معايا شوية كده بقوم حط عليه معلقة قرفة كبيرة، معلقة قرفة، وبقوم برضو مغطيه عليه لغاية ما يبرد معايا خالص. عشان بقى انا احطها على المية ما حطتش معاها كركم، لو انا هحط على الاكل ان شاء الله هنحط عليها كركم. تمام، ده يمكن اهو انا يعني شايفين ده الورق بتاع الزيتون اللي انتوا شايفينه ده، ده ورق الزيتون. الورق ده يا جماعه لو انتوا جبتوه من اي شجر زيتون ده كويس جدا. حاولي لو انت جبتي كميه كبيره وخزنيها عندك. ده اهو ده انا حطيت عليه قرفه، بدل ما احط كركم حطيت عليه قرفه زي ما انتوا شايفين. ده كويس جدا زي ما قلت لكم المشاكل التنفسيه. الناس دي دايما بتشتكي بتقول ان عندي الفراخ بتكح، ان عندي الفراخ واقفه كش. ده يا جماعه بيعالج المشاكل التنفسيه والمشاكل المعويه ورافع مناعه، كويس جدا بينزل درجه الحراره زي ما قلت لكم في قلب الفيديو، كويس جدا جدا. يعني هو له فوائد يعني ما تتعد، يعتبر كمان مضاد فيروسي مضاد بكتيري زي ما قلت لكم. ده في حاجات كتير جدا. خلاصه الورق ده يا جماعه او مغلي الورق ده هو بتاع الزيتون ده يعتبر له فوائد كتير جدا جدا عمرك ما كنت تتخيليه. دايما على طول اعملها لهم مرتين في الاسبوع وصدقوني عمر الناس اللي هي دايما كانت بتشتكي بتقول ان عندي اللي هحط لهم الاول كده ياكلوه، برده اهو هم هحط لهم على الاكل عادي هياكلوه. الناس اللي هي بتقول لي ان الفراخ عندي جالها فيروس الحاجات دي كلها، حاولي ان انت تداومي على الوصفه ده مرتين في الاسبوع، عمر الطيور عندك لا هيجي لها فيروس ولا هتتعب ولا هيسيبها اي حاجه. ده الميه بتاعتهم اهيت، فالكميه ده كلها ده حوالي كوبايتين كبار، الكميه ده كلها اقوم حاطها لهم كده هيشربوا مني. اعملها لهم كده لو انت حبيت تعملها لهم على الريق، على لو انت حبيت تعملها لهم على الريق كمان بيكون احسن وافضل. فده كده بقى زي ما انتم شفتم انا عملت الوصفه على الميه وبشربوا بسم الله ما شاء الله كله بيشرب اهوت. اعملها للطيور كلها عندك. بصوا طيور بيضاء اعملها لها، طيور صغيره اعملها لها، كل انواع الطيور عندك اعملها لهم، حتى الحمام كمان. اي طيور اعملهم الوصفه دي وان شاء الله على التجربه هتجيب معاكي نتيجه كويسه جدا وممتازه. نفس الوقت خدت بواقي البيت كل الحاجات اللي كانت فايده عندي في المطبخ جبتها حطيتها لك. يبقى انا كده علفت الطيور وخلصت ان شاء الله بقى كده انا هنزل. وده كان الفيديو بتاعنا بقى عشان الناس اللي هي بتقول لي اللي هي مشيمه ما عندهاش بتصور طيور كبيره، ما تزعلوش مني يا جماعه علشان كده بحب ان انا اقدم لكم كل جديد كل يوم. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم وما يكونش طولت عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.